يبقى تلاقي مؤسساتك في المستوى اللي احنا عاملينه هنا ولا لا؟ طب تعملها ازاي من غير ما تاخد من الدكتور معيد فلوس مش هيديني؟ صحيح انا بكلمكم. هم بقى ايه الفكره بتيجي ازاي؟ ازاي اشككك عشان افرغ لك من المضمون كل عمل طيب تعمله؟ فيقول لك ايه؟ خدوا البزمه اللي انتوا فيها دي ده عشان هم عملوا دي. لان هو قاعد في مسلسل كذب وافتراء وبهتان، لانه الله ده البلد هتقوم يا جماعه، دول هينجحوا يا دكتور، هي ايه؟ هينجحوا. ده انتوا لازم تزودوا، انتوا لازم تعرفوا ان خلال الشهرين ثلاثه اللي جايين دول استعدوا لسيل من الاكاذيب والافتراءات لا تتخيلوها لغايه الانتخابات. لا طيب ما انا هقول لكم، بس طب اسمعوا، ما تخلوش ابدا انطباعاتكم وليده اللحظه، خلي انطباعاتكم مستقره، خليكم اسمعوا مني، خلي انطباعاتكم دايما مستقره وبعيده المدى. هرجع تاني للسياسه الخارجيه واقول كنت اتمنى أنا هقول، لأن طبعاً طيب، وأنا بس بتكلم في النقطة بتاعت اللي الوزير سامح اتكلم فيها. تقولي لي طب أنت كنت راضي عن الإعلام وتناوله لمشاكلنا مع الآخرين؟ 100% إيه؟ لأ، لا بحب طولة اللسان ولا بحب الإساءة ولا بحب أبداً. يعني انت تفضل تسألي وتطول لسانك عليا وانا اسكت؟ ايوه. يعني انت تفضل تمكر بيا وانا دافع؟ ايوه. كل ما تغضب تعمل ايه؟ نشتغل. تشتغل اكتر. كل ما تغضب تشتغل اكتر. كل ما يجرحوك تشقى اكتر. كل ما يطولوا لسانهم عليك تنجح اكتر. حول الإساءة لوقود لنجاحك. انت هتقعد تشتمه في الإعلام وتقول له يا مش عارف يا ايه لا 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 لا، ده انا ما لن أشوه لساني بالإساءة أبدا أبدا. فكنت أنا بس مش قادر أقول كده، أقول لهم يا جماعة ما حدش يسيء خالص، ما تتكلموش، اتكلموا غير في قضاياكم ومشاكلكم، ما تشتموش حد، ما تردوش على حد، ما تسيئوش لحد، أمر غريب. فكانت القضية بتاعت بناء الانطباع وإعادة بناء مؤسسات الدولة بشكل مختلف عما كانت عليه، بحيث يصعب على الأشرار، كل الأشرار، إن هم يستهدفوها، هو العنوان اللي قدامي. أنا هقول لكم حاجة، الكل شارك، الكل شارك في البناء والكل شارك في التضحية. يعني الكل شارك يعني إيه؟ يعني مؤسسات الدولة شاركت؟ آه. أنا هقول سامح، أنت خفضت المرتبات كم مرة؟ ثلاث مرات. قول للناس. ثلاث مرات او اربعه. خفض مرتبات وزاره الخارجيه ثلاثه ولا اربعه؟ ده حد يعرف كده؟ اذا وزاره الخارجيه ساهمت بحاجه، المؤسسات الدوله كلها بالكامل اشتغلت عشان تحل المساله، القوات المسلحه والداخليه دفعت ثمن كبير قوي. الداخليه كانت بتعيد بناء نفسها وبتكافح الارهاب، كانت بتعيد بناء نفسها وكمان بتكافح الجريمة. أنا والله والله العظيم أنا ما بدافع عن حد قد ما بقدم لكم الناس اللي هم أهلكم،
اللي عمل كده مش انا ولا حتى محمود وزير الداخليه او مجدي عبد الغفار قبله او محمد ابراهيم قبله. اللي عمل كده هم اهل او ابناء وزاره الداخليه، هم ابناء القوات المسلحه، هم اللي دفعوا الثمن دوت. فاعاده بناء الانطباع مع اعاده بناء مؤسسات الدوله كانت فكره عشان الشعور بالقله يتراجع. لدرجه ان انتوا بس انتوا نسيتوا في احداث كوفيد وما بعده ان انتوا ابتديتوا ايه تعيشوا حاله من الايه يا دكتور 17 و18 و19 حاله من الايه، خلاص بقى بنجيب 6 و6 ونمو ومعدل نمو اقتصادنا قوي وبنبني العاصمه، ومش ده اللي حصل ولا انا غلطان؟ فهم قدروا في خلال الفتره بتاعت كوفيد والثورة والحالة الاقتصادية انه يعيدوا بناء حالة القلة تاني. الايه يا دكتور؟ القلة تاني. احنا مش قليلين بالله المطلع علينا وعلى مسارنا وربنا يعيننا على كل طيب، ومش قليلين بيكو. لا 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 بيكو. بيكوا انتوا يا مصريين اللي صامد.